الصيف حلاوة. وهران تشتمل على عدة أبواب، باب كاناستال يعرف باب البحر، وباب تلمسان يعرف بباب الإسبان، وهذا الباب اللي أنا موجودين فيه الآن كان يسمى لاباريرا، بمعنى الحاجز، يحجز بين مدخل المدينة وبين الميناء وبين البادية، هو باب عريق. عندما احتل الإسبان مدينة وهران كانت مأوى للجنود والمغامرين والمجرمين، كانت توجد فيه البادية ما بعد الباب وهران، ثم أطلق عليه باب مرسى الكبير ولا باب سونتون. والطريق التي كانت تؤدي إلى مرسى الكبير القادمة كانوا يسموها طريق الموت ولا لو كامينو دو لا مورتي، لأن الإسبانيين عندما كانوا يذهبون إلى مرسى الكبير كانوا يتعرضون للهجوم العثمانيين. سنة الذي أسس فيه هذا الباب وهو سنة 1754، يعني بعد الاحتلال الإسباني الثاني، لأن وهران احتلت مرتين. الاحتلال الأول 1509 كان موجود فيه غير بابين، أما الاحتلال الثاني 1732 ظهر عدة أبواب، من بين الأبواب التي ظهرت هذا الباب المعروف بباب مرسى الكبير أو معروف بباب سونتون. ونشاهد الأبراج المراقبة خصصت لحراسة البادية، سكان البادية يتعاملوا مع الإسبانيين بالمقايضة لو تخوك، كانوا الصباح يأتي أهل البادية يدخلون إلى هذا الباب، وكان موجود فيه الجسر المتحرك ان بون ليفي، صباح هذاك الجسر يهود كمان هكا ويدخلوا هذوك سكان الباديه. حدا هذا الباب راه كان قصبه وهران قديمه على سموه باب الحمراء، التربه تاعها جايه حمراء، وهذا السور العملاق اللي كان دار بالمدينه فرونسي يقولها لا ميغاي، اللي كان دار بالمدينه تشمل على 2157 متر. هذا السور اللي كان دار بالمدينه يتحدد مساره بالابواب. وهذا المكان اللي تشوف فيه الان هنا، هذا المكان المدخل تاع الحراسه، هذا المدخل الرئيسي للمدينه، وكان هنا عباره عن حراسه وكان مرقب يدوروا كاع في كما نقول السور حتى القصبه وهران القديمه. تفضلوا، هذا هو المكان كما تشاهدون، كان هنا ديزيسكالي اون كوني ماسون، يعني على شكل حلزوني، كل صباح ها هو الباب راه موجود هنايا، كل صباح حراسه تطلع في هذا المكان. وكما رانا نشوفوا دروك هنا كذلك، كانت عطشانه بزاف وهران، كان عندها ازمه تاع مياه، الحاجه الاولى اللي داروها هو تجميع مياه الامطار، ريكيبيراسيون دي زو بليفيال، داروا هذا كسموهم تاع الميزاب ولا الميازيب تاع الماء باش يجمعوا ذوك مياه الامطار ويستخدموهم في الحياه تاعهم اليوميه. وهذاك الحيط اللي تشوف فيه كذلك هو من بين اسوار المدينه القديمه، وفي ذوك لي مرتريير، يعني بانوا لي مرتريير، هذوك اللي يسموهم قوة الرمي تاع الحراسة اللي كانوا يحرسوا بكري، من قبل يسموه جبل ببرج الجبل الهيدور، ثم بعد بناء الحصن من طرف المرجاجو هذا اللي كان الشيخ تاع قبيلة حميان سموه برج مرجاجو، ومن بعد سموه برج سانتا كروز، حرر برج سانتا كروز من يبان، بنوا هذيك الطريق بنوها، عندما ضرب الوباء الكوريرا مدينة وهران في 1849 وقع ان اسونسمون كما نقولوا حج ولا بيليغيناج الى الكاتدرائيه لوغاتوار يقوموا فيه بالقداس تاعهم عندما ضرب الوباء في مدينه وهران.